تسخر الجزائر بتقاليد وعادات غنية تشكل الموروث التاريخي الذي طالما استرعى اهتمام المختصين والباحثين في المجال الثقافي، اهتمام لمسناه من خلال المعرض الوطني للطبخ الجزائري الذي ينعقد بقصر الثقافة مفدي زكريا من 24 إلى 30 من شهر أفريل، ويندرج في إطار الاحتفال بشهر التراث الجزائري. اليوم نحتفل بالطبخ، فن الطبخ الجزائري والفن المائدة. عرضنا على حوالي كل نواحي الجزائر يأتون باختصاص تحهم في الطبخ. كل جزائر تراث، كل جزائر عندها تقليد، كل ناحية من الجزائر عندها اختصاصات وعندها خصوصيات. معرض هذا العام عرف مشاركة 26 ولاية من مختلف مناطق الوطن، وكان فرصة مواتية لتقديم مختلف الأطباق التقليدية التي تسخر بها مائدة كل ولاية من ربوع وطننا الكبير، وهذا ما أعطى لهذا الموعد طابع التنوع الحضاري الذي تسخر به الجزائر. شوف هنا أصناف الكسرة كما مطلوع نتاع الزيت، وكاين الخفاف الاسفنج، وكاين كسرة نتاع مخدومة بالزيت الزيتون أونسيان تديها العروسة بدل من البقلاوة ولا، وكاين هذه تانية يخدموها المسمن تديها العروسة، كاين مطلوع تاع الطاجين. عندنا حاجة اللي هي الأهم، الطوماطس المصبرة هذه راني نحوسوا نحافظوا عليها بزاف، لاخاطش هي من التراث الجزائري وخاصة تراث معسكر اللي جدودنا يقولوا لنا باللي الأوروبيين داوها علينا. اليوم درنا شوية نتاع الحلويات التقليدية اللي هي غربية تاع زمان، هنا شوية المأكولات طاجين الخوخ مع طاجين الحلو والشربات تاع العاصمة تاع زمان. مشاركة مختلف الولايات بموروثها التقليدي في مجال الطبخ كان فرصة مواتية أيضا لأهل الاختصاص على غرار سيدة رزقي التي ارتأت المشاركة في هذا الحدث لتقديم جديد أطباقها وحلوياتها، أطباق طالما كانت مصدر إلهام للمطبخ الجزائري. راك تشوف راهم كل الحمد لله كل مناطق نتاع بلادنا راهم هنا كل أطباق نتاعها، وكان باتريمون غاسترونوميك الجزائريين est très riche. C'est une cuisine très très riche, غنية ومتنوعة بكثير. وعندنا الطبخ هو ما يرمز ويغفلت la personnalité d'un peuple et son histoire. وتبقى مناسبات ومواعيد من هذا النوع فرصة مواتية لتقديم وتعريف تراث الجزائر بمختلف أنواعه، وحدثا يحافظ على استمرارية هذا الموروث الثقافي.